عصام، عصام وانيتي، ديج المجرم، ديج المتطرف، ديج الارهابي، ديج قمعي، ديج الخسيج، ديج الخبيث، ني توشان الاعراض نسائنا، ني وكان في مغارين، ني وكان ياكزنا كذ مغارين سن، ني احتاقا، ني كيكا المسائل تاع الفاني، فعصام وانيتي، نشي نقع على انه خصنا اليوم انشنيج الحمله تسمى شرسه يغتير في الشخص وانيتي في الحيري، لانه ذي ملي توثق الحدث القضيه، السيده وانتي الاعتدائيين سوانيتي، خمخ ضسقان. الاعتدائيين خ خ خ خينا خ خ خ خيج السيد ينعنيت امام تما امام الماره الجميع. عصام وانيتي واد المجرم ويستوجب الزكس تما توقفه و يعني مخصقا معاقبه ويدخله السجن، لان وانيتي ميني غينعنيت وزما سنغفى وزما سنسمح وزما غنتخلى نشين خل اعراض نسائنا أعرض النساء أن خط أحمر، فبالتالي منيكا السيدة وانيتي ميقان عصام يستوجب معاقبته وإدخاله السجن، هذه التحق سي النيكيكان سس الخليفة ني ذي النيكيكي تورطن الأحداث ني نثن، لأن عصام وانيتي ذيج الحقود، ذيج المتطرف، ذيج إرهابي، ذيج الخسيس، ذيج عنصري، يمارس تسمى جميع المسائل في حفاني في حق نسائنا والنساء خط أحمر وسنفديهن بحياتنا، لأن في مغارين غم وخصنا ونسمح شو عنصري او شو قمعي او شو خبيث اما رغم عصام وانيتي باش تنتيتوش، فبالتالي نحمل المسؤوليه للدوله مباشره، لان عصام تورط في الاعتداء على المواطنين يوم 5 فبراير وفي كذا مجموعه من الملفات الفساد اللي كيسيف عباد الله غير حبوسات شي 9 10 سنين شي 9 5 سنين تنتي، فاذا كانت هناك شي مقدسقان فيستوجب عصام وانيتي اولا ان يتم اعتقاله ماشي توقيفه فقط، ان يتم اعتقاله والزج به في السجن ثم تقديمه للعداله حتى يعاقب على جميع تما المسائل اللي كتجنت لا قانونيه غير كتجنت بحق عباد الله، وكذلك رئيس الامن، رئيس الامن اللي كتجن يتحمل مسؤوليه كذلك ومثال، لانه مغا السيده وانيتي اللي كتجن تما يشارك الارهاب اللي كيان نهار يوم 5 فبراير